المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سنار مراسل الغد طارق بابكر. طارق، مرحبا بك. يعني تم إصدار البيان الختامي في ظل مقاطعة الحكومة السودانية لهذا الاجتماع، اجتماع الإيجاد، وذلك من أجل تغيير رئاسة كينيا للجنة الرباعية. ما التفاصيل لديك؟ نعم، السودان وحكومة السودان وأيضا كان قد رحب بكل المبادرات إذا كانت محلية إقليمية أو دولية الساعية إلى حل هذه الأزمة من خلال البيت الأفريقي، ولكن هذا البيان لحكومة السودان الذي أظهرته وزارة الخارجية السودانية في أن محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماعة اللجنة الرباعية، ووصل الوفد فعلا وفقا للبيان إلى أديس أبابا، لكن اتضح للوفد عدم تغيير رئاسة اللجنة الرباعية والتي يرأسها رئيس جمهورية كينيا. يقول البيان إن هذه الرئاسة، رئاسة كينيا أو رئيس كينيا، يعني ليس لديه حياد في هذه الأزمة. وفقا للبيان ما يزال وفد حكومة السودان موجود في أديس أبابا في انتظار الاستجابة لطلبه المتمثل في تغيير رئاسة اللجنة. البيان مع قناعة حكومة السودان وموقفها المبدئي وفقا للبيان أن الحرب يعني لا يجب أن تكون سبيلا لتحقيق الأهداف، واستجابة لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة من منظمة الإيجاد المجمع عقدها اليوم الاثنين العاشر من شهر يوليو بأديس أبابا. وصل الوفد مما يؤكد الجدية وفقا للبيان والتواصل مع المنظمات الإقليمية، إلا أن الوفد كما أسلف البيان تفاجأ بعدم تغيير رئاسة اللجنة التي يرأسها الرئيس الكيني. وكانت حكومة السودان عنونت خطاب لرئيس الدولة الدورة الحالية للإيجاد لعدم يعني حيادية رئاسة هذه اللجنة من قبل الرئيس الكيني. الاجتماع كما هو معلوم يعني في ختامه بحث أو دعا طرفي الصراع لوقف فوري لإطلاق نار غير مشروط. وأيضا البيان الختامي يقول إننا سوف نوحد الجهود من أجل لقاء يجمع الطرفين وجها لوجه. والبيان الختامي أيضا طلب من القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا النظر في نشر قوات حفظ للسلام في السودان. وأيضا هناك بيان على خلفية هذا الاجتماع من قوات الدعم السريع يشكر جهود اللجنة الرباعية في سعيهم لحل الأزمة السودانية وبدء حوار سياسي. إذا السودان أو حكومة السودان أو وفد الجيش السوداني قرر مقاطعة هذا الاجتماع، اجتماع الإيجاد الخاصة باللجنة الرباعية لعدم حيادية رئاسة هذه اللجنة وفقا للبيان التي يرأسها الرئيس الكيني. عدم حيادية الرئيس هي التي دفعت بالوفد لأن يقاطع هذا الاجتماع. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك طارق بابكر مراسل الغد، كنت معنا من سنار.